نعم معز الى جانب كابتن نبيل معلول كابتن نبيل سائل من في الاستوديو الى جانب معز كابتن فاروق جعفر كابتن مجيد شتالي كابتن يوسف الزواوي الحنين لاستوديو الجزيره هذا كابتن نبيل بسم الله الرحمن الرحيم اولا مرحبا بك مرحبا بمعز كابتن فاروق نبداو به خاطر ضيف عنا أخونا مصري من اللاعبين الكبار اللي, اللي, اللي عرفتهم كره القدم المصريه ثم اساتذتي اللي تتلمذت عليهم وعلى لي دبلوماتي اللي خلوني توا موجود على داك الاحتياط أه سي مجيد وسي يوسف نحييهم برشا ونحيي كل مشاهدي الجزيره المباراه كانت صعبه جدا كما شفتوها تفضل <applause> <applause> طبعا الكابتن نبيل مباراه كانت تكتيكيه تعود بالتحليل, تعود بالتحليل. ك... طبعا الكابتن نبيل مباراه كانت تكتيكيه بالاساس تحدثت مع الكابتن منذ الكبير على حرر الطقس والرطوبه العاليه اليوم في راتس وايضا ارضيه الميدان السيئه اللي خلتنا نشوف مباراه رتيبه وانحصر اللعب تقريبا في وسط الميدان المباراة كان فيها تنافس كبير كما كل مباراة ترجي رياضي ونجم رياضي الساحلي المباراة لعبت على جزئيات كثيرة صحيح أنه ما كانش فيها فرص المباراة هذه الشيء اللي قلق برشا ممكن سيمجيد سي مجيد موجودين معناها في الدوحة نفس طقس الدوحة الرطوبة اللي موجودة هي موجودة اليوم في تونس في الثلاثة أيام هذه الأخيرة يعني بارك الله فيهم سواء لاعبين ترجي ولا لاعبين نجم على المجهودات اللي, اللي قاموا بهم اليوم هذاك علاش شفنا النسق انخفض شوية نوعا ما في نهاية المباراة اللياقة البدنية غابت معناها في في نهاية المباراة الرطوبة الحرارة أرضية الملعب ونزيد ولا ذلك زاد شهر رمضان ما نساوش ولو أنه نلعبوا معناها بعد الإفطار لكن نعرف اذا كان واحد يبقى معناها صايم يوم كامل ثم ياكل وجبه خفيفه لانه نعرف انه المغرب سبعة ونص في تونس تقريبا ثم نخرج من الفندق الساعه ثمانية نص ساعه فقط بعد الافطار اللاعبين يكونوا متقلقين شويه هذا اثر شويه على مردود الترجي وعلى مردود النجم الساحلي احنا نزلنا اليوم باش نفوزوا بمباراتنا نوصل للتسع نقاط اللي تخلينا معناها نخطو خطوه كبيره نحو النصف النهائي كابتن نبيل تساؤل كان في الاستوديو كنت مع الكابتن قبل مباراه الاستوديو معز سال عن تعويض يوسف المساكني من الناحيه الفنيه من ناحيه التكتيكيه من ناحيه اللمسه الاخيره من ناحيه التهديف حتى بعض الكابتن شتالي وكابتن يوسف قالوا ربما اللاعب الذي لا يعوض في الترجي يوسف المساكني الى اي مدى نجح اليوم دريس لمحيرتي والبليلي في في الشوط الثاني في تعويض يوسف المساكني او المنظومه الهجوميه للترجي نجحت في غياب يوسف المساكني لا صعب معناها انا نتفق مع الكابتن انك تعوض لاعب في قيمه يوسف المساكني في البيركوسيون نتاع يوسف المساكني في توغلات يوسف المساكني في الاسيست نتاع يوسف المساكني في التهديف نتاع يوسف المساكني صعب جدا هذاك الشيء اللي خلاني نغير ممكن التنظيم الهجومي الكل نتاع الترجي الرياضي التونسي في مباراه اليوم الحلول قلت مقارنه بالمباريات اللي كان متواجد فيها يوسف المساكني هذيك هي معناها هذاك القدر نتاعنا يعني لازم نبداو نعاودوا في انفسنا من الان لانه يوسف نعرفوه انه في شهر واحد باش يتحول الى معنا فريق الأخويا القطري لكن ان شاء الله معناه يمد المساعده في الايام معناها القليله القادمه والاشهر القليله القادمه ويعاوننا باش نفوزوا مره اخرى بالتشامبيونز ليج بارك الله فيك كابتن مبروك الفوز مره اخرى العلامه الكامله للترجي طبعا زملاء صحفيين يعني ظروف المباشر لاخذ تصريح فوري من عند كابتن نبيل معلول اعيد لك الخط معز رفقه كابتن في الدوحه شكرا لك